ومن الأدلة على ذلك أيضا في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك، على الأرائك ينظرون لإيش؟ نعم نفي المعمول يؤذن بإيش؟ بالعمو، يعني ينظرون إلى الحور العين، نعم ينظرون إلى أنهار العسل والخمر، ينظرون إلى أنهار اللبن تمشي، أنت تأخذها بإصبعك ويمشي معك أنهار. في بلد معينة يعني منعوني منها، ما أدري المهم دعك، ظلم باين، ما فيش ظلم باين، فقلت ما هذا، أتمنعوني من هذا الجمال؟ فتذكرت قلت كيف الجمال الذي يمنحك الله ببنى الملائكة، ده بنى مهندس بتاع، فأنت ملك هو الذي يبني لك. وهنا طابوق بزلزال يجيبوا لك الأرض في ساعة، كل البنايات دي في ساعتين، لا كل البنايات دول في لحظة واحدة، غضب الله جاء الطوفان خلصت المسألة. بنايات، البنايات في الجنة لا تهدم، مستديمة، والله بيبني لك، الملائكة تبني بطوبة من ذهب، طوبة من فضة. هذا كل شيء، أنهار من الخمر، أنت ملكها. هم يقولون ماذا قال؟ عينا إيه؟ عينا إيه؟ يشرب إيه؟ ها؟ المفروض عينا يشرب إيه؟ منها، قال عينا يشرب اللي بقى ما هم يعتبران بعض أهل اللغة، قال لا ما فيش، مش يعتبران، لكن هنا في نقطة بلاغية أعظم مما تكون، تدل على الامتلاء الري كما قال، فقط هي فيها لطيفة فوق ذلك وهو لغوية، يعني سأقول ما عندي ويا ريت تتأكدوا فيها. ما لا لا ما 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 يشرب، يشرب، يشرب منها كل شيء، تشرب منه تتركه وتذهب، يشرب بها مصاحبة معك في كل مكان، ماشي معك كلما تريد تريدها تصعد إلى فمك، كلما تريد تريدها تصعد إلى فمك. قال بها الشيخ ابن سعد. قال مين؟ قال بها الشيخ ابن سعد. مين اللي قال بها؟ الشيخ ابن سعد رحمه الله. نعيم، نعيم ليس بعده نعيم. فأنت ترى ذلك وترى حور العين والأهل، حور العين امرأة تراها، ترى كل شيء وأنت واقف أمامها هكذا في هذا الباب، يعني شوف لؤلؤة، لؤلؤة ما في، ما أنا مش عارف كيف أصف، ألماسة في هذا الباب. هذا كله أعده الله لك، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب، على قلب، على قلب بشر. وهذه أيضا هناك الآيات العظيمة التي جاءت فيها المزيد، كقولي ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد هي رؤية الله جل في علاه. قال الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. حقيقة هذه المسألة فيها استنباط الرؤية، لأنه يمكن أن ينازع الاستدلال بهذا، بهذه الآيات. كيف يا أستاذ نصير؟ الملاقاة لازمها الرؤية، وقلنا ليس بلازم، يعني ينازعون في ذلك، وإلا فالكفار يلاقون الله جل في علاه، والملاقاة لا تستلزم الرؤية. قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لإيش؟ لمحجوبون. نعم، يعني ما أنت ما رأيت، ما رأيت كيف ممكن يلتقي الرجل بالرجل وهو لا يرى، يجلس مع رجل كبير جدا وجاهة كبيرة، يقول أنت لا، يعني يقولون المثل للسوقة، يقول ليس لمثلك أنا أتشرف فيش بالجلوس معي، تكلم بما عندك، وهو من وراء الستار. يحدث ولا ما يحدث في هذا الباب؟ لذا المثل أعلى في هذا الباب، أقصد يعني اللقية ليست لازمة. أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما قال له هل نرى ربنا يوم القيامة، قال هل ترون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، قالوا نعم، قال هل ترون الشمس ليس دونها سحاب، قالوا نعم، قال فإنكم ترون ربكم كذلك. يعني مع ذلك شبه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء. وأيضا من حديث صهيب رضي الله عنه إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون أم تبيض وجوهنا وأم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم قرأ الله تعالى، ثم قرأ قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين هل تضارون في القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله، قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال جنتان من فضة آنيتهما ما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما ما فيهما، وما بين القمر وين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه، إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن.
أو في حديث الشفاعة فيأتون فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله ثم قال لي ارفع رأسك سلطعت وقل يسمع واشفع تشفع. قال إذا رأيته فيها أنه يرى ربه جل جل في علاه. وعن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له. طبعا يقف بين يديه أيضا انتزاع على أنه يكون باللقية الرؤية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الدجال إن تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى تموتوا. فين وجه الدلالة نصير؟ يعني الرؤية منفية عنكم مع أنها جائزة إلى الموت، يبقى بعد الموت إيه؟ ترى شيخنا هي نفس الأمر. أنا قلت مثلا أن الله تعالى لو كانت لا تجوز الرؤية في الآخرة لقال لن تروا ربكم نفس الكلام يعني؟ نعم لو قال لن تروا ربكم على التأبيد انتهى الموضوع ما غيرش ذلك. وبعدين سهل جدا سؤال موسى عليه السلام. نعم نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه وهذا أعظم الدعاء قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وده التصريح هنا أن النظر فين؟ إلى الوجه. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم فغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. ومن الإجماع أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية ونقل الإجماع كثير من العلماء. الإمام عبد الغني المقدسي قال أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن الرسول. وقال ابن أبي العز الحنفي وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف الكلام المنسوبون إلى السنة. قال الإمام النووي قد تظهرت أدلة الكتاب والسنة وأجماع الصحابة فمن بعدهم على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة المؤمنين. أين أشعريته هنا؟ أين أشعرية النووي هنا؟ نعم حقيقة في هذا الباب نحن نقول بالنسبة للرؤية العلماء ثلاثة اتفق أهل السنة والجماعة على رؤية الله في الآخرة وعلى أن رؤية الله ممكنة في الدنيا. ووقع الخلاف بينهم هل رؤية أم لا؟ سأتي تفصيل كل ذلك. هذه الرؤية البصرية. وأيضا أهل السنة والجماعة على 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 اختلاف بينهم في الرؤية القلبية لله في الدنيا. والجماهير وقد نقل الإجماع بعضهم على أنه يرى بقلبه بالقلب وليست خاصة بالنبي. خالف في ذلك المعتزلة والجهمية ونفوا الرؤية نفيا تاما. ونفي رؤية الله كفر. لكن أن تكفرهم عيانا هذا فيه نظر. ده من أهل البدع الذين فعلوا ذلك. والأشاعرة أثبتوا الرؤية ونفوا الرؤية. يتلاعبون قوم يتلاعبون. يقولون يرى يوم القيامة وكل الأدلة سردناها وما بيسردوها. ثم لما قلنا لهم فسروا لنا الرؤية فقالوا إيش؟ الغرجة. يعني لو قيل لواحد يعني تكلم بكلام المجانين لم يأتي بكلام أقل من هذا الكلام. لم يأتي إلا بمثل هذا الكلام. يعني العقلاء يضحكون مما يقولون. يقولون يرى كيف يرى إلى أين يرى يقولون إيش إلى غير جهة. يعني إلى غير جهة كيف يبقى عن هو إيه يبقى لا يرى يعني ذاك لا يرى. فهم ينفون الرؤية. فمنهم لما علم أنه لما بيقول بذلك المعتزلة يقولون لهم أنتم أغبياء وتتلعبون فقالوا لا نخالف المعتزلة لأن المعتزلة والأشعرة اتفقوا على أمر مهم وش هو نفي العلو. وهم لو قالوا في رؤية الجهة لابد أن يثبتوا معها إيه العلو. فهو قال نقول رؤية ثم نتلاعب عليهم ونقول رؤية رؤية علمية الله يخلق في داخلهم شيء اسمه إيه رؤية زي كده بالضبط الكذب الحجر ضرب في الزجاج قال خلق شيئا اسمه انكسار لما راح الله. والرازي قال ذلك ليخرج الأشعرة من هذا الباب. لكنهم يقولون رؤية علمية
رؤية علمية، خلق الله فيهم شيء اسمه رؤية في هذا الباب، وهذا سيأتي إن شاء الله رد عليهم. فكل هذا ضلال مبين، لكن رد عليهم إجمالا، خالفتم الكتاب، خالفتم السنة، خالفتم إجماع الصحابة رضي الله عليهم في هذا الباب، وصفتم الله بالنقص، وصفتم الله بالنقص، وما لكم من دليل في ذلك بحال من الأحوال. يأتي إن شاء الله مع الكلام على كيفية أن يتعبد المرء بإثبات الرؤية لله، لأن هذه أعظم أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق هي مسألة الرؤية. نعم. شيخ أنا أحسن أقول لك مثلا نقول إن الرؤية في الدنيا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي الرؤية في المنام. منه من قبل ذلك في ثلاث أقوال، القول الأول أنها عامة، القول الثاني أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، القول الثالث التوقف، والصحيح الراجح أنها عامة. وقال بها، قال بها جعفر، وقال بها، قال بها أكثر من إمام، وأحمد حنبل قال بها أيضا، عبد القادر الجيلاني قال بها أيضا، وبعضهم نقل إجماع على ذلك أنه قد يرى بالقلب. وابن تيمية قال وتتفاوت الرؤية على قدر الإيمان. ما بقلبه في المنام يعني.